بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجينيتيك. نكمل مع بعض النهارده شابتر البلاد، وناخد المحاضره الثانيه عن اللوكوسايت. واحد تاني غير الاولاني قابلني بتحليل مشابه بالظبط. لو سمحت يا دكتور، انا لسه سنه ثانيه، لو سمحت يا دكتور والنبي تقرا لي التحليل ده. طبعا انا فاكر اللي احنا اخذناه المحاضره اللي فاتت، وعرفني يعني ايه اربسيز، يعني ايه هيموجلوبين، يعني ايه انيميا، يعني ايه بوليسيسيميا، يعني ايه مين كورباسكولار هيموجلوبين، يعني ايه مين كورباسكولار فوليوم، يعني مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن، يعني ايه هيماتوكريت فاليو. كل الكلام ده عرفناه في المحاضره اللي فاتت، لكن النهارده عايزين نعرف فكره او ناخد فكره عن اللوكوسايتس، وازاي نعرف نقرا اللوكوسايتس. نفس المليمتر اللي احنا شفناه المره اللي فاتت، هنعمل منه مكعب ونكبر المكعب ده على الصوره، لكن هنحط فيه ايه؟ هنحط فيه 5 مليون ار بي سي، هنحط فيه ربع مليون بلاد بليتلتس، هنحط فيه 5000 لوكوسايت. يبقى اذا انا عندي كام لوكوسايت في المليمتر مكعب في الدم بتاعي؟ 5000 واحده في كل مليمتر مكعب. 5000 واحد دول نوع واحد ولا انواع؟ لا طبعا هنكتشف بعد شويه ان هم انواع، ما هماش على وتيره واحده، لكن كل ده بيمثل كام في الميه؟ من 40 ل 50%، والبلازما بتمثل من 50 ل 60%. يبقى اللوكوسايتس او كرات الدم البيضاء هي لونها ابيض صحيح لو كانت زحمه فوق بعضها، اما هي في الفريش ستيت كده وانا شايفها على الشريحه بتاعتي بتبقى كالرلس. الكاونت بتاعنا قلنا من 4000 ل 10000، لكن ما انساش رقم ال 5000. كم نوع؟ خمس انواع. خمس انواع بقسمهم لحاجتين، شويه جرانيولر وشويه نان جرانيولر. جرانيولر يعني السيتوبلازم بتاعي فيه جرانيولز، والنان جرانيولر يعني السيتوبلازم بتاعي ما فيش فيه جرانيولز. الجرانيولز اللي في السيتوبلازم دي اسيتوفيليك ولا بيزوفيليك ولا الاثنين مع بعض؟ لو كانت الاثنين مع بعض هسميها نيتروفيلز، لو كانت اسيتوفيليك هسميها ايزينوفيلز، لو كانت بيزوفيليك جرانيولز هسميها بيزوفيلز. يبقى اذا الجرانيولر اللي فيها جرانيولز دي كام نوع؟ ثلاث انواع. النوع الاولاني الجرانيولز السبيسيفيك جرانيولز اللي فيه بتبقى اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ لا الاثنين مع بعض. طيب الزينوفيلز الجرانيولز اللي فيه بتبقى اسيدوفيليك، لكن البيزوفيلز الجرانيولز اللي فيه بتبقى بيزوفيليك. قد ايه الكلام سهل. طيب المونوسايت ما فيش فيها جرانيولز خلاص، على عيني وعلى راسي، كلهم فيهم نيوكليي وكلهم راوند شيب وكلهم تقريبا قريبين من بعض في الحجم، لكن النيوكليس بتاعت النيتروفيلز بتبدا تاخد شكل معين، بتبدا تعمل من النص ايه؟ يعني من النص تعمل كونستريكشن كده، لما ترجمتها بالعربي ضحكوا عليا في المحاضره، فخليها كده كونستريكشن في النص فتبقى شكلها لوبيوليتد. عارفين صوره البالونه؟ هجيب لكم صوره بالونه لوبيوليتد. النيوكليس هنا بتبقى ايه؟ لوبيوليتد. طب هنا برضه لوبيوليتد بس تو لوبس بس بالشكل، فبسميها باي لوبد نيوكليس. اما هنا هتاخد الاس شيبد نيوكليس. المونوسايت السيتوبلازم بتاعي كلير، لكن النيوكليس بتاعتي كيدني شيب. الليمفوسايت بتحافظ على الراوندد نيوكليس بتاعتها. طبعا السيتوبلازم هنا بيبقى مور اور ليس اسيدوفيليك، هنا برضو اسيدوفيليك، هنا شويه بيزوفيليك، هنا شويه كتير بيزوفيليك، هنا بيبقى بيزوفيليك جدا. ده بالنسبه للسيتوبلازم. مره ثانيه بنقول ان الليكوسايتس عندي نوعين، يا اما جرانيولوسايت يا اما اجرانيولوسايت. دي فيها جرانيولز يا فيها جرانيولز. الجرانيولز دي نيوترال تبقى نيوتروفيل، اسيدك يبقى زينوفيلز، بيزك يبقى بيزوفيلز. الاجرانيولر يا اما ليمفوسايت يا اما مونوسايت. عندي نوعين من الجرانيولز موجودين في كل الليكوسايتس، يبقى بوث جرانيولوسايت والاجرانيولوسايت فيهم نون سبيسيفيك ازوروفيليك جرانيولز. ازوروفيليك يعني ايه؟ يعني لونها سماوي بالشكل ده. بشوفها بايه؟ بشوفها بالليشمانستين. لو سبقت البراد فيلم او اللوكوسايتس بتاعتي بالليشمانستين اقدر اشوف الازوروفيليك جرانيولز فين؟ في الجرانيولوسايت ولا في الاجرانيولوسايت؟ في الاثنين. يبقى ده اللي بيخلي لي الخليه بتاعتي لونها مزرق شويه، مزرق لون السما، فبنسميها ازوروفيليك جرانيولز. ودي نتيجه ايه؟ نتيجه وجود الانزيمز اللي اسمها الاسيد فوسفاتيز والرايبونيوكليز انزيم. مره ثانيه وثالثه ورابعه، اللوكوسايتس كام نوع؟ خمس انواع، نيتروفيلز، زينوفيلز، بيزوفيلز، ليمفوسايت، مونوسايت. البرسنتج بتاعتهم هل هم موجودين بالتقسيمه متساويه؟ يعني لو انا عندي 100 لوكوسايت بتوعي انا بشوفهم كده مسكتهم في ايدي وجيت اشوفهم الاقيهم كده متقسمين بالتساوي على الخمس انواع دول من الخلايا، ولا في نوع اكتر من التاني؟ لا في نوع اكتر من التاني. اكتر حاجه هشوفها هي نيتروفيلز، لدرجه ان هي بتمثل من 40 ل 60% من ال 100 وحده اللي في ايدي دول. الحاجة التانية اللي بعدها على طول الليمفوسايت اللي بتمثل من 20 ل 40%. بعد كده بتيجي النوعين التانيين اللي هو الزينوفيل والمونوسايت،
دول حوالي 5% من 1 ل 8%، يعني هنقول ايه 5%. اما البيزوفيل في احتمال كبير قوي في المية اللي في ايدي دول افتشهم كده ما لاقيش فيهم ولا بيزوفيلية واحد، ممكن الاقي فيهم واحد، ممكن علشان الاقي واحدة احتاج لي 200 ليكوسايت يبقوا في ايدي، يبقى بقول الليكوسايت بتاعتي من 0.5% او من 0 ل 1%. طب الليكوسايت دي لو زادت عن 10,000 بقت 12,000 13,000 14,000، اسمي الحاله دي اسميها ليوكوسيتوزس. طب لو قلت عن ال 4,000 اسميها ليكوبينيا، يبقى لو قلت اسميها ليكوبينيا، لو زادت اسميها ليكوسيتوزس. النيتروفيلز لو زادت اسميها نيتروفيليا، لو قلت اسميها نيتروبينيا. الإزينوفيلز لو زادت اسميها إزينوفيليا، لو قلت بينيا. البيزوفيل تزيد بس اسميها بيزوفيليا. الليمفوسايت لو زادت تبقى ليمفوسايتوزس، لو قلت تبقى ليمفوبينيا. المونوسايت بتزيد بس تبقى مونوسايتوزس. نحفظ الكلمات دي علشان مهمة جدا في حياتنا العملية. الديفرنشال ليكوسيت كاونت احنا قلنا ان النيتروفيلز اكتر حاجة بتقابلني اللي هي حوالي 60%، الليمفوسايت 30%، يبقى اذا دي 5% ودي 4%، يبقى بقى ده كام؟ 1% اللي هو 60 و30 90، ودول 4 و5 9، يبقى هنا 1% من 100 دول، يبقى دول 100 ليكوسايت، 60 منهم نيتروفيلز و30 ليمفوسايت. طيب هناخد 100 تانيين من واحد تاني، من شخص تاني، نبص عليهم كده نلاقي المية بتوعه 70% منهم نيتروفيلز، 19% منهم ليمفوسايت، 5% و5% مونوسايت وإزينوفيلز، بارو يبقى عندي 1% بيزوفيلز. ده بسميه ديفرينشيال ليكوسيتك كاونت. يعني ايه ديفرينشيال ليكوسيتك كاونت؟ برسنتج اوف اتش تايب اوف التوتال ليكوسايت. انا عندي 100 واحده، 1000 واحده، 10,000 ليكوسايت، كام في المية منهم عبارة عن نيتروفيلز؟ كام في المية منهم عبارة عن ليمفوسايت؟ كام في المية منهم عبارة عن إيزينوفيلز؟ ده اللي بسميه الديفرينشيال لوكوسيتك كاونت. ولما هنيجي نقرأ التحليل اللي احنا شفناه في أول المحاضرة هيبقى مهم جدا ان احنا عارفين يعني ايه ديفرينشيال لوكوسيتك كاونت. لكن تعالوا نتكلم كلمتين عن كل واحدة بالتفصيل. النيتروفيلز، النيتروفيلز قلنا النيوكلس بتاعتها سيجمنتد نيوكلس، الجرانيولز اللي فيها نيوترال جرانيولز. لو هرسمها هتبقى الخليه بتاعت مورولس سيركلر او راوندد، والنيوكلس بتاعت ليبيوليتد. شايف النيوكلس ليبيوليتد ازاي؟ دي ليبيوليتد نيوكلس. لكن الجرانيولز بتاعت الاسيروفيلد، الازيروفيل الجرانيولز اللي هي مشتركه في كل السيلز. اما السبيسيفيك جرانيولز بتبقى شويه منها اسيروفيلك وشويه بيزوفيلك، فبنسميها نيوترال سبيسيفيك جرانيولز. ده النيوتروفيلز. الاي ام ما يهمناش قوي، لكن اهم حاجه فيه هي اللايسوسومز اللي بلاقيها كتير، لان الفانكشن بتاعتها هي الفاجوسيتوز. يبقى الفانكشن بتاعت النيوتروفيلز هي الايه؟ الفاجوسيتوز. علشان كده بلاقيها بريدومينانت، يعني بتزيد قوي، بدل ما هي 40% ممكن تبقى 80% 90% من اللوكوسايتس اللي في الدم بتاعي بقت ايه؟ بقت نيوتروفيلز. دي ليه؟ اصل حصل هجوم من البكتيريا، عملت لي اكيوت انفكشن، خرج هنا حاجه في زوري، حاجه في الجهاز البولي، لكن حصل هجوم من البكتيريا، فعلى طول انا محتاج نيتروفيلز كتيره، فبيحصل عندي نيتروفيليا. علشان كده الاقي الستابسيل بقى موجود. يعني ايه ستابسيل؟ ستابسيل ليه خلايا هي نيتروفيل برضو، لكن النيوكلس بتاعتها ما حصل لها سيجمنتيشن، يعني ما بقتش سيجمنتد نيوكلس، طلقت في السيركيوليشن وهي ما هياش سيجمنتد نيوكلس. يعني حلوة ولا وحشة؟ لا طبعا مش حلو، لان هي اماتيور سيل، ما تقدرش تقوم بالفانكشن بتاعتها زي الماتيور سيل. طيب ايه اللي كترها لي في السيركيوليشن بتاعتي؟ ان انا اتعرض لأكيوت انفكشن، فانا محتاج بسرعة 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 اطلع ليكوسايتس كتير، اطلع نيتروفيلز كتيرة، بس جهاز التصنيع بتاعي ما هوش قادر يغطي المتطلبات، فهيضطر ينزل في السوق خلايا اماتيور. الخلايا الاماتيور دي نورمالي موجودة في الدم بتاعي كده بنسبة حوالي تقريبا 5%، اقل من 5%، يبقى اقل 5% من اللوك من النيتروفيلز بتاعتي بتبقى اماتيور، نزلت طلعت على سبيل الخطأ. اما في حالة الاكيوت انفكشن فبلاقيها بتزيد قوي، فبسميها شيفت وليفت. شيفت وليفت ده تعبير عن كيرف. دي سر كلمة ستاب سيل او باند سيل، ان هي شبه حدوة الحصان. نبص كده على حدوة الحصان، هذه حدوة الحصان. يبقى اذا اللي ممكن نشبه الستاب سيل دي بالاماتيور بيبي،
ونشبه السيجمنتد سيل دي بالماتيور، ولكن لو كان حصل لها سيجمنتيشن اكتر من اللازم هنسميها هايبر ماتيور. اوكي، طب انا عندي كام ماتيور بيبي في السيركيليشن بتاعتي؟ اقل من 5%. طب هل هيحصل له ماتيوريشن في السيركيليشن؟ نيفر. الماتيوريشن لازم يحصل في المصنع في البون مارو. طبعا ده التشبيه بتاعنا الجميل. لو انا في الوضع الطبيعي بيبقى عندي رغيفين ثلاثة ما هماش مظبوطين من طالعين من الفرن بتاع السيدة العاملة دي، لكن لو في زحمة على الفرن شيء طبيعي ان يبقى عندي كمية كبيرة من العيش مش مستوي. نفس الكلام بيحصل في النيتروفيلز اللي قدامي دي. ايه دي؟ عبارة عن نيتروفيلز في البلاط فيلم، لكن دي الار بي سيز المنتشرة في كل حتة. دي برضو دي نيتروفيل، ودي كمان نيتروفيل. دي نيتروفيل صحيح سيجمنتد وحلو قوي، ودي برضو نيتروفيل وسيجمنتد، لكن دي ايه دي بقى؟ خلي بالك دي شبه دي، لكن عمرها ما كانت كيدني شيب. دي ستاب سيل شبه ده، او باند سيل، التعبير العلمي الجديد باند سيل. خلاص كده خلصنا النيتروفيل. طب مال ايه الايزينوفيل؟ احنا عرفنا البرسنتج بتاعتها. النيوكلياس بتاعتنا بتبقى باي لوبد نيوكلياس. السيتوبلازم بتاعي اسيروفيلك. الفانكشن بتاعتي الاولانيه كنا بستخدمها في الاكيوت انفكشن، دي بستخدمها لو حصل انتيجين انتيبودي رياكشن، وده غالبا بيحصل مع الهايبر سنسيتيفيتي ومع البارازيتيك انفكشن. دي اللي هي الايزينوفيلز، دي الازيروفيل جرانيولز ودي السبيسيفيك جرانيولز، ودي النيوكلياس بتاعتي بتبقى باي لوبد نيوكلياس. لو اشوفها بالالكترو مايكروسكوب الاقي فيها كريستالز بالشكل ده، في جزء في النص غامق وفي اللي بره فاتح، اللي جوه بنسميه الانترام واللي بره بنسميه الاكسترا. دي الايزينوفيلز وهي مليانه اسيدوفيل جرانيولز، ودي الايزينوفيلز وهي مليانه اسيدوفيل جرانيولز، ودي الباي لوبد نيوكلياس. دي النيوتروفيل صح، لكن دي ايه دي بقى؟ دي اكيد الايزينوفيلز. قد ايه النيوكلياس بتاعتي باي لوبد، وقد ايه السيتوبلازم بتاعي مليان اسيدوفيل جرانيولز. البيزوفيلز على النقيض بتبقى قليله جدا في البرسنتج بتاعها. النيوكلياس بتاعتها قلنا اس شيب، دي الفانكشن بتفرز الهيبارين والهيستامين. هي شبه خليه اخذناها في الكونكتيف تيشو السنه اللي فاتت اسمها الماست سيل، وعلشان كده لازم نفرق ما بينها وما بين الماست سيل. لكن الاول دي اللي هي البيزوفيلز، ودي برضو البيزوفيلز اس شيبد نيوكليس. هنا واضحه قوي الاس شيبد نيوكليس، والسيتوبلازم بتاعي بيبقى بيزوفيل. يبقى السيميلاريتي ما بينها وبين الماست سيل هنحفظهم. اهم حاجه هي الميتاكروماتيزيا، دي ظاهره بتبقى خاصه بالستيننج ومميزه للخليتين. ليه؟ لان فيهم هيبارين وهيستامين. يبقى اذا الظاهره دي ما لهاش علاقه بالخليه، لكن لها علاقه بالكونتنت بتاع الخليه اللي هو هنا ايه، هيبارين وهيستامين في الاثنين، في الماست سيل وفي البيزوفيلز. الاثنين عليهم ريسبتورز للاميونوجلوبولين اي اللي هي بنسميه الفاك ريسبتور بتاع الاميونوجلوبولين اي. الاثنين بيطلعوا هيبارين والاثنين بيطلعوا من نفس المكان. لكن ايه الفرق بقى بين الخليتين؟ الماست سيل اكبر وفيها جرانيولز اكتر. النيوكلياس بتاعتها بتبقى راوندد نيوكلياس، بتبقى لونج لايف، لكن الخليه بتاعتنا بتبقى شورت لايف. الماست سيل بتبقى موجوده في التيشوز، لكن البيزوفيل بتبقى موجوده في البلاد. الماست سيل كان بروليفريت، البيزوفيل كانت ديفايد. كده يبقى احنا خلصنا الجرانيولار لوكوسايت. النون جرانيولار ليكوسايت نوعين، لينفوسايت ومونوسايت. اللينفوسايت الديفرنشيال كاونت بتاعها 20-40%، يعني بعد النيتروفيلز على طول. في منها سمول وفي منها كبير، ده بيبان تحت الميكروسكوب، ملوش دعوه لا بالفانكشن ولا بالنوع. النيوكلياس بتاعتنا اتفقنا ان هي راوندد، والسيتوبلازم بتاعنا بيزوفيلك وبيبقى كلير، يعني فيش فيه جرانيولز بتبان بالستيني. الالكترومايكروسكوب ما يهمناش قوي، لكن الفانكشن بنقول ان هي بتعمل الاميونوجلوبولين، هي بتصنع الاميونوجلوبولين. ده لو كنت بتكلم عن الليمفوسايت. لكن انا عندي الليمفوسايت نوعين، قلنا سمول ولارج، ده ما يهمناش قوي لان ده مجرد تحت الميكروسكوب. دي الليمفوسايت ودي الليمفوسايت ودي الليمفوسايت. الليمفوسايت انواع الليمفوسايت، في عندي البي ليمفوسايت وعندي التي ليمفوسايت وعندي لا بي ولا تي، بسميها النال ليمفوسايت. البي لينفوسايت دي بتاعت الهومور الاميونيتي اللي بتطلع الانتيبوديز لما تتحول لبلازما سيل. التي لينفوسايت دي انواع، النون لينفوسايت دي بتاعت الكانسر. ده الكلام باختصار اللي هتاخدوه طبعا بالتفصيل في المايكروبيولوجي او في الاميونولوجي. يبقى البي لينفوسايت دي بتاعت الايه؟ بتاعت الهومور الاميون ريسبونس. افرقها من التي لينفوسايت تحت الميكروسكوب؟ ما اعرفش. التي لينفوسايت دي بتمثل 80% من الليمفوسايت اللي ماشيه في السيركيوليشن بتاعتي. اللايف سبان بتاعها ييرز،
طبعا بتطلع من البون مارو ويحصل لها ماتوريشن فين؟ في السايموس جلاند. امال البي لينفوسايت سموها بيلي عشان البرسة اللي موجودة في البرس واللي شفناها فيها البي لينفوسايت لأول مرة، لكن الماتوريشن بتاعها بيحصل فين؟ بيحصل في البون مارو. اما الماتوريشن بتاع التي لينفوسايت بيحصل فين؟ بيحصل في السايموس. دي انواع التي لينفوسايت، في منها سيتوتوكسيك، في منها هيلبر، في منها سبريسور، في منها ميموري سيل. طبعا الكلام ده هناخده بالتفصيل في الاميونولوجي، ممكن نقابله مرة تانية مع الليمفاتيك تيشو. المونوسايت وده اخر خلية هنتكلم عليها، وهي الخلية الام على حد قول بعض العلماء ان هي الخلية الام بتاعت الماكروفيجيس اللي موجودة، فبتخلق سيستم اسمه المونونيوكليار فاجوسيتيك سيستم. علشان كده بنقول هي بتطلع الماكروفيجيس باشكالها المختلفة، اللي هي يعني ايه؟ يعني في الليفر بنسميها فون كفر سيل، بتسميها كفر سيل. في اللنج بتسميها داس سيل، في السكين بتسميها لانجر هان سيل، في الكونيتيف تيشو بنسميها ماكروفاج، وهكذا. يبقى اذا المونوسايت دي بتطلع من البلاد من السيركيوليشن وتاخد اسماء مختلفه بنسميها المونونيوكليار فاجوسيتكسس، لكن في كل الاحوال هي لها تو فانكشنز رئيسيين. فانكشن الاولانيه بتعمل فاجوسيتوزيس، فانكشن الثانيه بتعمل انتجين بريزنتنج سيل. دي المونوسايت، لسه بنتكلم عن المونوسايت. اهم حاجه كيدني شيب اهي، الفانكشن بتاعت المونوسايت المازر سيل للمونونيوكليار فاجوسيتيك سيستم. الديفرنشال ليكوسيتيك كاونت، ازاي اعمل ديفرنشال ليكوسيتيك كاونت في المعمل؟ لو كان سعادتك ممكن تشوف المعمل او تعمل اشراف على المعمل او تشتغل في المعمل او تبقى اخصائي معمل. يبقى في الحاله دي انا بجيب نقطه دم واحطها على شريحه نظيفه واجيب شريحه تانية نظيفه برده، وبعدين ارجع لورا واطلع لقدام على نقطه الدم بالشكل ده، يتفرد البلاط فيلم، اصبغه بواحده من الصبغات اشهرها الليشمانستين، وابص تحت الميكروسكوب هلاقي ايه تحت الميكروسكوب؟ هلاقي الليكوسايت والار بي سيز والبلاط بليتلتس. طبعا تعالوا نشوف احنا نستفاد ايه من الموضوع ده. الليكوسايتوزيس لما يزيد الليكوسايت اكتر من 10,000 يبقى المريض بتاعي بيعاني من ايه؟ يا اما عنده اكيوت انفكشن ده التونسلز بتاعته عليها بص بالشكل ده، او يكون عنده زايده ابنسايتس، او يكون لا قدر الله دخل في حادثه والليكوسايت بتاعته الاقيها عاليه، فما اقلقش قوي لما الاقي مريض جاي لي في الاستقبال واعمل له سي بي سي والاقي الليكوسايت بتاعته عاليه، ما اقولش المريض بتاعنا ده عنده حاجه ثانيه، لما انت عارف ان زياده الليكوسايت ده نتيجه الهيموجي اللي هو فيه. طب لو قلت يبقى اكيد المريض بتاعي بيتعرض للاكس راي كتير، او بياخد ادويه من الادويه اللي بتقلل الليكوسايت زي ايه؟ زي السيسبلاتين اللي هو بنستخدمه في الكانسر، الكولشيسين اللي بنستخدمه في علاج الكانسر وهكذا. يبقى الحاجات دي اللي بتقلل لي الليكوسايتس عموما. لكن لو كانت الليكوسايتس عاليه ومعظمها نيتروفيلز، شرطين، الشرط الاول يكون عاليه والشرط الثاني يكون نيتروفيلز، يبقى نفس الاسباب اللي علت الليكوسايتس هي نفس الاسباب اللي هتعلي النيتروفيلز. طب لو لقيتها عاليه والنيتروفيلز بتاعتي قليله، عندي نيتروبينيا، يبقى عندي ممكن المريض يكون بتاعي بيعاني من تايفويد، ممكن يكون عنده تي بي يعني درن، ممكن يكون عنده فيرال انفكشن زي الانفلونزا او زي الهيباتيتس. كل ده بيقلل لي النيتروفيلز. ليه؟ علشان هيعلي لي الليمفوسايت. الايزينوفيليا بتزيد في حالات ايه؟ في حالات الالرجي، في حالات الالرجي والبلهارزيال والاسكيرس انفكشن. طب الايزينوبينيا امتى الاقي المريض بتاعي عنده ايزينوبينيا؟ يعني عنده الايزينوفيلز اقل من 5% لو كان بياخد كورتيزون. الليمفوسايت امتى تزيد الليمفوسايت؟ في حالات الفيرال انفكشن والكورونيك انفكشن. امتى تقل؟ في حالات الايدز. تعالوا بقى نلخص الكلام الكتير ده، هذا الجدول بتاعنا اللي هنلخص فيه السيلز بتاعتنا، النيتروفيل والايزينوفيل والبيزوفيل والليمفوسايت باللايت ميكروسكوب شكلها ايه، الالكترون مش مهم قوي عندنا، الفانكشن، وبعدين بتزيد في حالات ايه وبتقل في حالات ايه. كلام كتير يا دكتور. طيب ما تيجي نشوف نصغر الجدول بتاعنا شويه ونخليه لايت ميكروسكوب وفانكشن. لايت ميكروسكوب هنشوف فيه حاجتين، البرسنتج والنيوكليس. طبعا النيتروفيلز النيوكليس بتاعته لوبيوليتد، الايزينوفيلز باي لوب، البيزوفيلز بتبقى اس شيب، الليمفوسايت بتبقى راوند نيوكليس، والمونوسايت كيدني شيب. قد ايه الكلام سهل؟ البرسنتج هنعرفه بعد شويه. طب النيتروفيلز بتزيد في حالات ايه؟
في حالات الاكيوت انفلاميشن. الايزوفيلز بتزيد في حالات ايه؟ في حالات الالرجي اللي بستخدم فيها الانجل انتيبودي. البيزوفيلز بتزيد امتى؟ لما احتاج هيبارين وهستامين. الليمفوسايت بتزيد في حالات ايه؟ دي بتاعت الاميونيتي، العنوان الرئيسي بتاعها هو الاميونيتي، لكن بتزيد في حالات الكرونيك انفكشن والفيرال انفكشن. المونوسايت العنوان بتاعها هو ان هي تشتغل ماكروفيش. تعالى مره تاني نقول ان احنا عندنا خليتين كتار اللي هي النيتروفيل والليمفوسايت، دي 40% ودي 20%، يعني تقريبا كده الاثنين على بعض الماجوريتي. دي بنستخدمها في الاكيوت انفكشن، دي في الكرونيك انفكشن، دي مع البكتيريا الانفكشن ودي مع الفيرال انفكشن. قد ايه بقى الكلام سهل؟ عندي خليتين كتار نيتروفيلز وليمفوسايت. النيتروفيلز مع الاكيوت انفكشن، الليمفوسايت مع الكرونيك انفكشن. النيتروفيلز مع البكتيريا الانفكشن، الليمفوسايت مع الفيرال انفكشن. دي 40% ودي 20%. الخليتين اللي بعدهم ايزينوفيل ومونوسايت. البيزوفيل هنركنها بجنب. الايزينوفيلز بتزيد مع الباراسيتيك انفكشن والهايبر سنسيتيفيتي، والمونوسايت لما تبقى ماكروفاج. الاثنين تقريبا كده بنلعب في 5%. سهل الكلام، سهل الكلام. تعالوا كده نشوف كام سؤال ام سي كيو. دي حاله بريفرال بلاد لقيت فيها الخليه دي، ده اوسبي. الخليه دي بنقول السؤال عليها دي بتعمل انتجين بودي انتي بودي برودكشن، ولا بتشتغل في عمليه الكواجوليشن، ولا فيها، ولا بتشتغل في الكولاجين بايوسينس زي فايبروبلاست يعني، ولا بتطلع هيستامين، ولا بتشتغل في الفاجوسيتوزيس. هي مين دي الاول؟ اللي النيوكلس فيها لوبيوليتد والجرانيولز فيها الاثنين مع بعض. في النهايه بقول يا رب المحاضره تكون استفدنا منها، وان شاء الله نتقابل مع محاضره جديده عن البلاد بليتلتس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.